طلبة، خليني اسالك النهارده، يعني عوده نيكولا ميروتيتش بقاله اسبوعين ما بتمرنش، رجع النهارده او رجع امبارح تقريبا، يعني عمل تمرينه كده بسيطه بعد النتيجه ما طلعت سلبيه، سيشارك النهارده ميروتيتش، قوه ضربه طبعا واضافه كبيره لبرشلونه النهارده. هي المباراه سلاح ذو حدين من وجهه نظري، اما في يعني في مقوله تقول لك لاعب عائد الاشتياق، يعني بعد اشتياق ان هو بقاله اسبوعين بعيد عن الملعب، ممكن يؤدي بشكل جيد جدا، وممكن تكون المباراه عكسيه او الوضع يبقى عكسي ان هو يكون بعيد عن الملعب وبعيد عن مستواه. تفتكر النهارده هيتعامل ازاي سارونا ساكيفيش المدير الفني لبرشلونه مع الموقف مع نيكولا ميروتيتش؟ مش عارف، ما اعتقدش ان هو هيبتدي بيه. ميروتيتش هو التوب سكورر ببرشلونه والتوب ريباوندر، 15 بونت 11 ريباوند، فطبعا عدم وجوده تاثير كبير على فريق برشلونه، لازم هيستخدمه في بعض الاوقات. اظن ان هو مرتب اوراقه ومرتب حال فريقه في من غير ميروتيتش. هم لسه عارفين امبارح هل البلان والخطه اللي كانت معموله قبل كده هتستمر ولا هيحصل تغيير، ده اللي هنشوفه. اعتقد ان هو ممكن يريحه في الاول ما يبتديش بيه حسب ظروف المباراه، بس هيبتدي يدفعه على فترات. المشكله هتبقى بدنيا، يعني ممكن فنيا ما يبقاش بعيد قوي، لكن بدنيا اعتقد هي هتبقى المشكله بالنسبه لميروتيتش. ضغط كلاسيكو بيلعبه في مدريد، المباراه صعبه بدنيا اكتر من فنيا.